خلال تفقده مقر الكليات الحربية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. مدبولي يترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ. وواشنطن تتهم موسكو بتأجيج النزاع الأوكراني، والأخيرة تتحدث عن تعامل الغرب بازدواجية في الأزمة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبة الكليات الحربية بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة من الانضباط والالتزام. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي فجر اليوم لمقر الكلية الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكليات الحربية. رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة. سلام عليكم. إن شاء الله النهاردة يوم جميل، إن أنا ألتقي بيكم. والحقيقة أنا عرفت إن أنتم خلصتوا تقريباً نص الفترة يعني، وطبعاً الأخبار كلها والتقرير كلها الحقيقة تفرح زي ما بيقولوا يعني، أو مشجعة جداً لغاية دلوقتي. فأنا عارف إن طبعاً كده نهاية نص المدة، وبالتالي هيبقى فيه تحرك لكليات أخرى يعني، فقلت قبل ما تغادروا أجي أسلم عليكم الأول وهنيكم على دخولكم القوات المسلحة، وأتمنى لكم كل التوفيق. واسمحوا لي أقول لكم إن أنا قدام رجال، مش عايز أقول شباب لأن أنتوا شباب بالفعل، لكن شباب رجال بقيتوا بتتحملوا مسؤولية أكبر، وبقيتوا بتعرفوا أكتر، وحصل تطور حتى لو كان في 7-8 أسابيع، أعتقد إن أنتم لمستوا بأنفسكم يعني. فبهنيكم وأتمنى لكم التوفيق. وخليني أقول لكل الطلبة أو لكل الشباب اللي قدامي، أنتوا الأمل وانتم المستقبل، وانتم اللي هتتحملوا مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية. والحقيقة كل شاب بقى موجود معانا هنا دلوقتي في القوات المسلحة بقى فرقته
مصر، ومستعد يقدم لغاية حياته عشان يحافظ عليها. ده حاجة عظيمة جدا ونبيلة جدا. بس اسمحوا لي أقول لكم إن ده بيتطلب مننا كلنا عمل دؤوب جدا وجهد كبير على طول، ما بينتهيش جهد من 5 الصبح ولا من 5:30 لغاية 9:10 بالليل. طب أنا بقول كده لأن ده حياة مختلفة يمكن عن اللي انتوا عشتوها قبل كده، بس ده الإعداد رجال حقيقيين يتحملوا مسؤولية الحفاظ على أمن مصر واستقرارها. وده أمر بالمناسبة أمر عظيم جدا جدا، وإحنا دايما في كلامنا مع بعضنا وللناس كلها بنقول الحفاظ على حياة 100 مليون ده قيمة لا بعدها قيمة الحقيقة. فأنا بهنيكم وبتمنى لكم التوفيق، وإذا كنت أوصيكم بشيء يعني أوصيكم على المثابرة والتحمل والإصرار. شوفوا اليوم بيبدأ زي ما بيبدأ عندكم وهينتهي آخر النهار أو بالليل، يعني اوعى اوعى يفوت عليك دقيقة من غير ما تستفيد بيها لجسمك ولعقلك. وخلوا بالكم من نفسكم واحترموا جدا بعضكم البعض، وخلوا القيم النبيلة والشريفة، الصدق والإخلاص والأمانة والشرف والالتزام والعمل والعمل المتقن واحترام بعضنا البعض. بالمناسبة عمر ما كانت أبدا العسكرية غير ما كانت احترام من الكبير للصغير أو من الرتبة الأعلى للرتبة الأقل والعكس، مش فقط من الرتبة الأقل للرتبة الأكبر، لا، الاحترام متبادل والالتزام متبادل والخلق الحسن متبادل. فأرجو أن أنتم يعني كمان يعني المعرفة والمعرفة العسكرية، وهنا في الكليات العسكرية بتبقى أول يعني سلمة للمعرفة ديت. انتوا خدتوا قدر مناسب، لكن بالنسبة للمعرفة اللي المطلوب ان احنا يعني نتحصل عليها، لا، دي خطوة من خطوات كتيرة جدا جدا. ارجو ان يعني ان احنا نبقى حريصين دايما على ده، على ان احنا تزداد معرفنا مش بس العسكرية، معرفنا العسكرية والمدنية وكل المناحي الحياة. اتعلم واقرأ وشوف وفكر وخلي بالك من نفسك ومن مرؤوسيك. بعد كده انت هنا يمكن بتتحمل مسؤولية نفسك فقط، لكن انت في يوم من الايام مش بعيدة قوي هتتحمل مسؤولية، تبدأ بعشرات وتنتهي انك انت تتحمل مسؤولية القوات المسلحة بالكامل. فده امر مش بسيط، ده امر كبير قوي وحمل وامانة عظيمة جدا جدا. فعايز اقول لك واقول لكم خلي بالك من لياقتك البدنية، مش دلوقتي ومش بعد ما تتخرج، لا، طول عمرك انت ومن تتولى مسؤوليته. اوعى وزنك يزيد، اوعى، راقب نفسك وراقب مسؤوليك. ده موضوع مهم جدا جدا، لان ده مش بس حتى للعسكريين بالمناسبة، لا، لكل الناس. وتبقوا حريصين على ده. عايز اطمنكم على مصر، احنا بخير الحمد لله رب العالمين، وربنا تفضل علينا كثيرا جدا في ظل ظروف صعبة مرت على بلدنا خلال السنين اللي فاتت. وكل يوم بنحقق الافضل، صحيح احنا بنعاني والظروف صعبة،
وهو تفتكروا ان انا او احنا يعني بعاد عن احوال الناس وعن الصعوبات اللي بتقابلها. انا بتكلم على المواطن العادي والبسيط اللي موجود في الشارع. لا طبعا، بس احنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله 100 مليون دلوقتي عشان يبقى كل المطالب بتاعتهم واحتياجاتهم في ظل الظروف اللي بتمر بالعالم. الحقيقه صعبه، لان حصل خلال فتره الكورونا توقف كبير قوي. احنا صحيح في مصر الحمد لله رب العالمين حرصنا على ان احنا نبقى متوازنين ما بين الاجراءات الاحترازيه والحفاظ على صحة الناس وعملية التطعيم اللي بنعملها، كل ده كان كويس. لكن احنا ايضا ما لم تتوقف التنمية عندنا، لكن الدنيا كلها ما عملتش كده. الدنيا كلها تقريبا توقفت، ولما توقفت والاحداث التانية طبعا انتم متابعين اكيد اللي بيحصل في الدنيا كلها ليها تأثير كبير قوي، ليها تأثير كبير على، لان احنا مش في معزل ابدا عما يحدث حولنا. أنا مش بتكلم على المنطقة بس، أنا بتكلم على المنطقة وعلى العالم. فيمكن تكون في زيادة في تكلفة السلع في العالم كله، وده أمر احنا بيبقى ليه تأثير علينا. بنحاول ما أمكن إن احنا نقلل أو نحافظ على يعني حجم معين من التكلفة، لكن أنا مقدر إن هي برضو ما زالت عبء وحمل على الناس، عبء وحمل على الناس. بالمناسبة وأنا بقول لكم الكلام ده لأن أنتم مهم أوي إن أنتم تبقوا عارفينه، وأكيد الكلام ده كمان هيوصل للناس. إحنا ماشيين في برامج زراعية ضخمة جدا، وإحنا صدقوني يعني بنبذل جهد كبير قوي، مش انا يعني كلنا جهد كبير قوي ان احنا نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا ما امكن. مش بس زيادة ارض، لا، حتى النظم الحديثة في الري، حتى النظم الحديثة في الزراعة. حد يقول لي طب ده كلام يعني هل ليه مردود علينا؟ طبعا ليه مردود علينا، لان احنا لو قدرنا نزود المساحة اللي بنزرعها مليون فدان بنظم ري حديثة وبنظم زراعة حديثة، ممكن المليون فدان دول يبقوا بالنسبة للأراضي والوسائل التقليدية الأخرى، المليون يساوي مليون ومتين ألف، مليون ونص، حسب قدرتنا على استيعاب النظم ديت والتكنولوجيا ديت. لكن أنا عايز أقول إن احنا مش ساكتين في النقطة دي بالذات تحديدا، اللي هو في توفير على الأقل أساسيات الحياة للناس بأسعار مناسبة. البرنامج اللي احنا شغالين فيه يمكن مش عايز أطول عليكم عشان ما اخدش الطابور، لكن حبيت أطمنكم إن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى خلال سنتين يمكن طبعا يعني السنة دي زودنا عما كنا بنزرعه ما يقرب من 200-250 ألف فدان، ودول كلهم بيزرعوا قمح دلوقتي، بالإضافة أنا مش بتكلم على الدولة بس كالقطاع اللي هو الزراعي، أنا بتكلم على الإجراءات اللي الدولة عملتها خلال السنة دي. يعني السنة دي زودنا على الأراضي الزراعية ما يقرب 250 ألف فدان للقمح. السنة الجاية بفضل الله سبحانه وتعالى الرقم ده يبقى مليون، بفضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي بعديها الرقم ده يمكن يوصل لمليون ونص أو 2 مليون. الهدف من ده كله إن احنا نقلل الاعتماد على في السلع الأساسية زي ما بقول على الخارج. لكن عايز أقول لكم إن الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها في ظل المية المتاحة اللي موجودة عندنا بإن احنا بإعادة بمعالجتها معالجة متطورة جدا، يعني عشان ما فيش نقطة مية ما تستخدمش في مكانها الصحيح.
الخلاصة اللي أنا عايز أقولها لكم، أقول لكم إن إحنا يعني عارفين كويس إن الحياة صعبة، بس ده يعني مش بس عشان الإنتاج بتاعنا، لكن إحنا حريصين على إن ده نحافظ على حد أدنى من التكلفة ما تبقاش كبيرة على الناس. الدولة بتحاول تتدخل في النقطة دي. المهم أنا مش عايز أطول عليكم أكتر من كده، لكن عايز أقول لكم إن الحمد لله رب العالمين إحنا في وضع أفضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والأمانة والإخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا. ودايما أقول الكلمة دي عشان أبقى عارف كويس قوي ونعرف كويس كلنا إن إحنا في كرم كبير لربنا على مصر وعطاء كبير جدا لينا. والله أنا صادق معك، ربنا سبحانه وتعالى أفاض علينا بخير وستر وسلام وأمان واستقرار، وده من فضل كرمه علينا. وبقول يا رب دايما ما تحرمناش من فضلك، ما تحرمناش من عطائك ومن نصرك ومن سترك ومن رزقك. أنا سعيد إن أنا التقيت بيكم النهاردة، وأتمنى لكم كل توفيق. مرة تانية ألف مبروك على الدفعة اللي موجودة، وألف مبروك إنها أنهت نصف يعني نص المدة، وإن شاء الله تستكملوا بخير وبتوفيق وبسلام أنتم وزمايلكم اللي موجودين في الكلية. شكرا جزيلا. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهاريا وبدنيا. جهاز المشاة المائية يا فندم هو جهاز بيمثل استخدام مقاومة المياه، وهو أحد أساليب العلاج المائي، والعلاج المائي هو طريقة من طرق العلاج الطبيعي والتي تعتمد في الأساس على استخدام المياه كوسيلة لإعادة التأهيل، سواء كان في حمامات السباحة أو الأحواض المائية أو أجهزة المشي والجري تحت مستوى المياه مثل جهاز المشاة المائية. صناعة مصرية كاملة يا فندم. الفرد المصاب يمشي على اللي يفصل بدون ما يحس بأي نوع من أنواع الإجهاد، وده يا فندم بيبقى ليه عامل نفسي كبير جدا، لأن أكبر مشكلة نفسية بتقابل الفرد اللي بيعمل برنامج التأهيل يا فندم هو الألم اللي بيجي في المفاصل، ده بيجعله يتكاسل يا فندم في إن هو يكمل البرنامج التأهيل بتاعه. مشاركا سيادته الطلبة في الأنشطة الصباحية، فقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر، وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الإقليمية المختلفة. الحمد لله يا فندم. الحمد لله. مش عايز تقول لي حاجة؟ كان هدفي أصلاً إن أنا أخش يا فندم، إن أنا مش عاوز أبقى فرد مجرد إن أنا أطلع في المجتمع وأسافر بره وأعمل فلوس وخلاص. نفسي في يوم من الأيام يا فندم أبقى أوصل لحاجة أشرف بيها بلدي يا فندم. إن شاء الله. زي ما حضرتك يعني الحمد لله الحمد يعني رفعت البلد من تحت لفوق. اللي عايز يحقق نتيجة كويسة اوعى تفتكر ان هو هيرتاح. ليه؟ مش هيرتاح. لا مش هيرتاح. طب اذا احنا لو في بلدنا عايزين نغير الواقع بتاعها، مش ممكن يكون اللي هيشتغلوا فيها 2-3% 5% 10%؟ لا، عمرها ما هتتغير. كلنا لو اجتمعنا على قلب رجل واحد من اجلها، اجل بلدنا، احنا مشينا ايه؟ فاضل كام؟ 1000. ربيكم ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين حاجه؟ شكرا يا فندم. طالب مقاتل احمد محمد عز 117109. انت بالك قد ايه في الكليه؟ بقالي يا فندم 34 يوم يا فندم. طيب اساسي يعني مش كده؟ طالب مستجد يعني. انت منين؟ طنطا يا فندم. من طنطا غربيه برضه. كويس. اخبار طنطا ايه؟ الحمد لله كويس يا فندم. صحيح؟ كويس يا فندم. طب انت مش عايز تقترح حاجه في الكليه؟ كلها على اكمل وجه والله. الحمد لله. الحمد لله. بيكوا بالشباب والمستقبل اللي انا بقول كده على كتافكم وفي رقبتكم.
طبعا البلد ديت حافظوا على بطنكم وحافظوا على جسمكم دلوقتي وايه؟ بعد ما تخرجوا بعد ما تخرجوا 65 كم؟ 65 يا فندم. أمال إيه؟ كم عدى؟ 65 يا فندم. آه بس كان لابد ده برنامج رياضي كامل، كان عشان أعمل ده استأذنت من رقيب أول السرية. قلت له يا فندم من فضلك اديني تصديق ان انا اقوم ساعه بدري. اقوم ايه؟ ساعه بدري. كم؟ ساعه بدري. كنت اجي الساعه البدري دي على الميدان بتاعت كان ساعتها الميدان ده جنب حمام السباحه. كل يوم قبل طابور اللياقه اعمل البرنامج ده ليا شخصي. جت في بطوله الكليه بعد 6 شهور. بطوله الكليه بعد ايه؟ ست شهور. بقيت بطل الكليه. أنا بقول لكم كده مش عشان بس إن أنت تبقى بطل الكلية ولا لا، عشان أنت كمان تحط ده اللي رقيب أول سرية يحط ده في سريته، ولما يلاقي طالب كويس يشجعه يقول له كويس وتعالى. فاهمين؟ خدوا بإيد بعضكم واحترموا بعض وحبوا بعض. وإيه؟ حبوا بعض. حبوا بعض وخليك كبير. خليك إيه؟ كبير. الكبير هنا مش سن يعني، الكبير هنا سلوك. كبير إيه؟ سلوك. ما تغلطش ابدا، انتبه انك انت تحترم زميلك. زميلك ده على كل المستويات، مش كبير. كبير انت طبعا اتعلمنا ان احنا نحترم الكبير، لكن الصغير اللي اقل مني اللي انا مسؤول عنه هعمل معاه ايه؟ هتكلم معاه ازاي؟ هخلي بالي منه ازاي؟ العسكريه في ناس كتير فهمها ان عمليه ايه؟ يعني خشونه. لا، العسكريه رجوله. العسكريه ايه؟ رجوله. السلوك وكده. انا عايز النوت يعني ولا ايه؟ خلاص ادوا لي ده وده بقى. حاضر. عشان الصعيد انا بحب الصعيد جدا. لا صعيد. انا اصل يا ابني احنا في الجيش شفنا كل الناس. كل الناس في مصر يعني. فشفنا ده من ده ومن ده. فكان دايما النسبه الغالبه من الرجوله أصالة وجدعانة وبرضو العزة كانوا الصعيد، وناس بتوع حصان والأقصر ناس طيبين أوي. فضلا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري، موضحا سيادته مجمل القضايا في المنطقة والثوابت الأساسية التي تقوم عليها السياسة المصرية من الانفتاح على كافة الدول الكبرى وإقامة العلاقات المتوازنة والمعتدلة معها من أجل البناء والتنمية وتحقيق السلام والأمن. طب الحياة صعبة بره بريم ولا؟ بصراحة. اتكلم بصراحة. صدق في ناس مستواها كويس وفي ناس مستواها أقل، بس بعد اللي سيادتك عملته في الحياة كريمة ناس مستواها اتقدم فيها، بس قلت لهم معاش. في ناس عندنا كده تصرفنا معاش كامل والناس بقت احسن. انت من الريف؟ منين؟ من الغربية. صدق من الغربية. طب انت في يعني في المركز عندكم في قريه من القرى بيترفع بيتعمل لها الموضوع حياه كريمه ولا لا؟ شفت اللي بيتعمل؟ شفت. صدق رايك ايه؟ بعد ما جيت اخر اجازه نزلت ده لقيت الموضوع اتغير تماما. الناس دي كده عاشت في مستوى تاني، بقت في مستوى تاني فعلا؟ فعلا. صدق. طب ايه اللي ممكن ما نكونش خدنا بالنا منه وانت بتقترح ان احنا نعمله؟ سيادتك اتمنى ان معظم الكرة في كرة كتير اتعملت، بس لسه في بعض الكرة. لا بص، البرنامج ابراهيم 3 مراحل، يعني احنا بنتمنى ان المرحلة اللي تاخد سنة تخلص 6 ان شاء الله السنة دي ان شاء الله. المرحلة اللي بعدها 6 اللي بعد السنة الجاية يعني، ثم المرحلة الأخيرة ان شاء الله تخلص 6/24 كده 3 سنين. لو وفقنا ربنا سبحانه وتعالى وخلصنا ده يبقى كل بيت فيه صرف سكن، كل بيت فيه مية، كل بيت فيه كهرباء. ثم طبعا موضوع تبطين الترع رايك فيه ايه؟ ممكن عندنا الترع كلها بطلت عشان استهلاك المية اللي بيتسرب الارض، ودلوقتي نسبه المياه بتوفر كده في الارض عندنا كويس. يعني عايز تقول لي ابراهيم ان اخر زمام الترع على الوضع ده اتحسن كتير عن
عن الاول مش كده، والطرق اللي هتتعمل والتليفونات وشبكة الاتصالات والمدارس والمستشفيات، فاحنا يعني عينين على الناس. انما يبقى ان هتبقى عندنا مشكله، وانا بقولها لك يا ابراهيم وبقولها ومن خلال الكلام معاك الناس، ان احنا محتاجين نخلي بالنا من شويه الارض اللي موجودين معانا. انا لسه كنت بتكلم على موضوع الارض الزراعيه، احنا حريصين على ان احنا فعلا خلال سنتين فعلا هنكون عملنا نقله كبيره في النقطه دي، يعني نقل حجم الاستيراد. يعني حاجه تاني شكري يعني بالنيابه عني وعند سعاده فندم دفعه 21. نشكر سيادتك يا فندم على ان سيادتك سمحت لنا بالانضمام يا فندم للكليه الحربيه، مصنع الرجال وعرين الابطال يا فندم. طب انت بتلعب رياضه بره ايه؟ بطل جمهوريه كونغ فو كيك بوكس يا فندم. الفكره شايف انها اضافت لي طبعا يا فندم. نمت عندنا يا فندم بعض القدرات والمهارات، ومن اهمها يا فندم القدره على القياده وقدره على العمل الجماعي والانضباط وضبط النفس يا فندم. هل التاهيل العلمي كويس؟ ربنا كتير يا فندم. جزء كبير من الحوكمه، جزء كبير من حرب الفساد وقواعد البيانات وحوكمه الاجراءات الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم كتير في حرب الفساد. طبعا يا فندم. ليه؟ انا متاكد ان هذا فندم كل حاجه هتبقى ديجيتاليزيشن، هتبقى كل حاجه فندم كمبيوترايزد، بالتالي مش هيبقى فيه اي حاجه ورقيه، فبالتالي يا فندم مفيش اي موظف هيتم التعامل ما بينه وما بين العميل عن طريق اي حاجه ورقيه او عن طريق اي يعني معاملات ماليه. عايز تقول لي ان تحديد العامل البشري مناسب. تمام سيادتك، كده برضه تمام سيادتك يا فندم. كعنوان يعني تمام، ده صحيح ده صحيح. ولو انتوا تشوفوا الاجراءات اللي بتتعمل دلوقتي استخدام كتير من الاوراق المستندات، احنا ماشيين في التدريس ما خلصناش كل حاجه، ده هيقلل كتير من احتكاك الموبايل، وبالتالي خلاص انت بتتعامل مع مكنه. الهدف من كده ايه؟ ان انا برضه اقلل تاني العامل البشري واقلل الاختراق. ان شاء الله باذن الله هنحط ظن سيادتك فندم وهنحط ظن مصر ان شاء الله باذن الله. وقد وجه السيد الرئيس طلبه الكليه الحربيه بالاستمرار في الحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع، والتحلي بالقيم العسكرية النبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية من الانضباط والالتزام والرغبة في تلقي العلم والمعرفة، ليصبحوا نموذجاً وقدوة لغيرهم من الشباب. أنا أنا لا أبداً. خدي نفسك طيب، خدي نفسك. يلا بسم الله. رقم 16 تمام يا فندم. يعني هي كانت تجربة جديدة، كانت ممكن تكون الواحد خايف منها شوية في الأول، بس احنا لما شفنا زمايلنا الصراحة تشجعنا جدا وخلانا نخوض التجربة زي دي، كانت تجربة مشرفة الصراحة. ها آه. ايه كمان؟ اتفضل. أنا من بيت مصري بسيط جدا. إني أكون هنا ده كان خيال. فإني موجودة هنا يا فندم ده حلم او حاجات كان كله بيقول انها خرافه، وحصل ان حد بسيط يدخل ويبقى ضابط في القوات المسلحه. ده شكرا شكرا ان حضرتك اديتنا الفرصه، وبقى الفرص متاحه للجميع. شكرا. انا اللي بشكركم ان انتم تقدمتوا واجتزتم الاختبارات كلها، وربنا وفقكم وبقيتوا موجودين هنا، ودي حاجه تشرفت وتشرف كل الشعب المصري وكل ست وكل بنت. وقد وجه السيد الرئيس التحية لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل على ما يقدمونه من تضحيات وجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن. Thank you.
خلال اجتماع لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي. وأضاف مدبولي أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه منذ بدء الأزمة عكفت الحكومة على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح. وأضاف مدبولي أن مصر لديها احتياطي كاف من القمح لمدة تزيد على 4 أشهر في انتظار بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل. وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا، بجانب استعراض التداعيات المحتملة للأزمة على أسعار البترول، خاصة في ظل صعود أسعاره نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في مرحلة التعافي من تداعيات كورونا. كما تطرق الاجتماع إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع السياحة. وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أن الحكومة ستبذل جهدا أكبر في البحث عن أسواق بديلة للسياحة حال تطور الأحداث بشكل سلبي. هذا وقد ترأس مدبولي الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. واستهل مدبولي الاجتماع بتجديد التأكيد على الأهمية القصوى التي تحتلها استضافة الدولة المصرية لمؤتمر COP27، مضيفا أنه يتابع أولا بأول على مختلف الأصعدة للاطمئنان على الاستعدادات الجارية لضمان سيرها وفقا للأطر الزمنية، حتى يخرج هذا المؤتمر المحوري بصورة لائقة ومشرفة أمام العالم أجمع. وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات فنية وموضوعية لمناقشة المسودة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وبعض المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي. وفي سياق آخر، عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع تم عرض تقرير تفصيلي حول سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، حيث تم استعراض موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية، هذا بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق واستكمال أعمال الطرق. كما تم التطرق إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية، فضلا عن استعراض موقف تنفيذ مختلف المباني الخدمية الأخرى وموقف تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، عرضت وزارة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية محليا وعالميا. وأكدت وزارة الصحة أن إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحامض الرسولي يمثل تتويجا للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات، مشيرة إلى أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا. وفي الوقت ذاته، أعلن مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية من مختلف الجوانب. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات،
والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي تم تنفيذها، مشيدا بالجهد المبذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة، وما لمسه من الباحثين من فهم واع وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها. وفي نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث، وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال، مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. نجحت عناصر حرس الحدود في توجيه ضرباتها ناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والدخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري. استمراراً لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود من توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، حيث كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل، والتي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية و20 خزنة لبنادق آلية وأربع بنادق آلية FN وثلاثة رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظرتين ميدان وتلسكوبين قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15,627 ذخيرة أنواع، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. يأتي ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية. نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديميات الشرطة دورة تدريبية دولية عن دور المرأة في عمليات حفظ السلام بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية. تطلع مصر بدور محوري في منظومة حفظ السلام الدولية من خلال مساهماتها الفعالة في قوات حفظ السلام، ومنها المساهمات الشرطية التي تعد الأكبر من بين الدول المساهمة ومن بينها عناصر شرطية نسائية. وكان إنشاء مصر للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة تتويجا لتلك الإسهامات. من هذا المنطلق نظم المركز دورة تدريبية دولية بعنوان دور المرأة كعنصر شرطي أو مدني في مهام حفظ السلام ومناطق الصراعات بحضور كوادر شرطية نسائية من 13 دولة أفريقية. أنا سعيدة جدا وفخورة أن ألتقي بمجموعة من سيدات من القارة الأفريقية فرانكوفون وأنجلوفون، وهم من الشرطة في دولهم، ونحن نتكلم عن دور المرأة في عمليات مكافحة الإتجار في البشر في مناطق الصراعات. أهمية الفرقة دي بيرجع لدور العناصر النسائية في عمليات حفظ السلام في حماية المدنيين، خاصة الفئات الضعيفة منهم زي النساء والأطفال. التدريب في المركز يتم في إطار معايير التدريب الأممية، ويستهدف عناصر الشرطة المصرية والأجنبية الذين تم ترشيحهم أو يخدمون بالفعل في عمليات حفظ السلام.
On a su que on est venu, on a quitté chez nous, on est venu en Égypte, on est dans les bonnes mains. The accommodation is good. We are well taken care of, feeding, everything. The classroom is okay. وجاء تنظيم تلك الدورة التدريبية الأولى من نوعها لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الشرطية النسائية لأداء مهامها في حفظ ودعم السلام، وتأتي في إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية. C'était chaleureux depuis l'aéroport jusqu'au centre. Vraiment, jusqu'à maintenant, nous sommes bien traités. وتضمن برنامج الدورة عددا من المحاور النظرية والعملية، في مقدمتها دور العنصر النسائي في إدارة الأزمة الأمنية، والتدريب على آليات دعم المرأة في المجتمع وحماية المدنيين، وسيناريوهات عملية للمواقف الأمنية أثناء الصراعات. So coming here and having this facility is a great opportunity, and the training we're really good, because even for the first day we did the training, you will see we are all like old people, but when we've gone through the training, we are now very tamam. I've added to the knowledge that I had. There are so many things, the international humanitarian law, we've understood it better as we have been learning in the class. And also we go out to the trips that we've had outside, seeing how Egypt is looking like, the development that is there, it also added to my experiences that I've had from home. وفي ختام فعاليات الدورة أقيمت احتفالية للمتدربات أشدنا خلالها بالتطور الكبير في المنظومة التدريبية بأكاديمية الشرطة، وأعربنا عن تقديرهن وشكرهن لمصر على تنظيم تلك الدورة التدريبية المهمة. C'était très chaleureux. Déjà, je me suis senti chez moi vraiment. Tout le personnel était vraiment au petit soin pour nous. J'ai aimé les visites et les excursions à l'extérieur également. Ça m'a permis de découvrir un peu plus l'histoire de l'Égypte, notamment lors de la visite au musée. وتأتي تلك الدورات تأكيدا على دور مصر الريادي في مجال حفظ السلام ومساهمتها بعناصر شرطية ذات كفاءة عالية في المناطق المستهدفة، أشاد بها المجتمع الدولي وبالدور المحوري لمصر في هذا المجال. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أقام مجلس الدولة احتفالية لتكريم السادة قضاة المجلس الأكثر تميزاً في الإنجاز خلال العام القضائي 2020-2021. وتضمنت الاحتفالية تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه، وذلك تقديراً لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن طوال رحلة عطائهم المديدة. في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على التفاعل مع السادة القضاء أعضاء المجلس، تم الاحتفال للعام الثاني على التوالي بيوم الوفاء والإنجاز لتكريم المستشارين الأجلاء خلال عام قضائي اكتمل عطاؤهم فيه بحضور رئيس مجلس الدولة ونواب المجلس والسادة القضاء والقاضيات. أهمية اليوم لينا بالدرجة الأولى، يعني ده بيبث روح الولاء والانتماء في أعضاء مجلس الدولة، ويعلم كل عضو انه اداره المجلس ابتداء من رئيس المجلس والساده اعضاء المجلس الخاص بيتابعوهم وبيشاركوهم وبينظروا اليهم وبيدعموهم وبيفتكروهم في المناسبات. تضمن الاحتفال عرضا لانجاز جميع اقسام مجلس الدوله خلال العام القضائي 2020-2021 مقارنه بانجازها في العام السابق 2019-2020 رغم كل التحديات وخاصه اجتياح فيروس كورونا للعالم. النهارده يوم الوفاء بيتم فيه تكريم القضاء عن عما تم في الأعوام في العام القضائي 2021-2022، وكان يشرفنا اليوم حضور المرأة كتمثيل ليها في أول احتفالية بحضورنا في مجلس الدولة. احتفالية النهاردة ده يوم وفاء، أتمنى من كل الهيئات والجهات يعني تحزو حظو القضاء وتحتفل يعني بمن أدوا أعمالهم وأحيلوا إلى المعاش، ودي بتبقى بداية حياة جديدة، أجيال بتسلم أجيال وهي دي مصر. لم ينسى المجلس أبنائهم من القضاء الذين وافتهم المنية، بل كان الاحتفاء بما حققوه على رأس أولوياتهم، كل هذا وفق اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت من مساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم حقوقهم وتطلعهم المشروع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء ذلك خلال استقبال شكري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بمقر وزارة الخارجية. وأشار الوزير إلى جهود مصر المتواصلة لدعم المتطلبات التنموية في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية ودعمها للخطوات الرامية إلى تعزيز الوضع السياسي والاقتصادي والتنموي داخل الأراضي الفلسطينية. من جانبه أعرب عزام الأحمد عن تقديره لجهود مصر الصادقة ومساعيها المقدرة لدعم القضية الفلسطينية. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بدور المجر في تعزيز علاقة الاتحاد الأوروبي بمصر في العديد من المجالات ودفعها لآفاق أرحب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، حيث أوضح شكري أن المباحثات ركزت على تدعيم العلاقات الثنائية والتأكيد على الشق الاقتصادي منها. مباحثاتنا اليوم تركزت حول تدعيم علاقاتنا الثنائية، تناول القضايا الإقليمية، التأكيد على أهمية الشق الاقتصادي في العلاقات. والوزير يأتي مع وفد من رجال الأعمال المجريين وعقد منتدى الأعمال المصري المجري، وإن شاء الله يكون له تأثير في استكشاف مجالات التعاون ذات الفائدة للطرفين والاستمرار في استقطاب الاستثمارات المجرية إلى مصر. من جانبه قال وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو إن مصر بذلت جهودا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية من أفريقيا باتجاه القارة الأوروبية، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما شريكا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في معالجة هذه الأزمة. Egyiptom viszont mindig is megbízható biztonsági partner volt, amely stabilizálta a helyzetet ebben a térségben. مصر كانت دائما شريك يمكن الاعتماد عليه وموثوق به في معالجة هذه الأزمة. Egyiptom 6 évvel ezelőtt lezárta a tengeri határát, így megakadályozta az illegális migrációs hullámok Európába jutását. قبل 6 سنوات قامت مصر بإغلاق حدودها البحرية وبهذا منعت الهجرة غير الشرعية من أفريقيا باتجاه القارة الأوروبية. Mi nagyra becsüljük ezt, és köszönjük is Egyiptomnak. نحن نثمن هذا كثيرا ونشكر مصر على ذلك. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالدور الرائد للرئيس السيسي وجهوده المخلصة في دعم العمل البرلماني العربي المشترك وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية. جاء ذلك خلال كلماته أمام الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ولا يفوتني في هذا السياق أن أثمن الدور الرائد لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ الله ورعاه، رئيس جمهورية مصر العربية، وجهود مخلصة في دعم العمل العربي المشترك ودعمه الكبير لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، وهو ما تجلى في استقبال فخامته لنا ولرؤساء البرلمانات العربية في اليوم التالي مباشرة المؤتمر، حيث كان حوارا مفتوحا وبناء مع قائد عربي يمثل نموذجا ملهما في تحمل المسؤولية القومية العربية، وهو ما لمسناه في حرص فخامته الشديد على دعم كل ما يعزز العمل العربي المشترك ويصون ويحمي الأمن القومي العربي. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2. يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قواته في وضع الجاهزية لبدء اجتياحه لأوكرانيا، مشيرا إلى مواصلة واشنطن مراقبة تحركات القوات الروسية من الفضاء. في غضون ذلك أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن قمة طارئة لقادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستعقد غدا في بروكسل. من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تفادي الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، وأكد غوتيريش رفض الأمم المتحدة ما يخالف احترام سيادة أوكرانيا، مطالبا
بعدم توقف الجهود السياسية بشأن كييف، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى دعمه كل الجهود لمنع إراقة الدماء في أوكرانيا داعيا للعقلانية ووقف التصعيد. من جانبها اتهمت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد روسيا بتأجيج نزاعات العسكرية شرقي أوكرانيا. أضافت غرينفيلد أن موسكو هي الطرف المعتدي وستدفع ثمنا باهظا إذا ما وصلت ما أسمته بالعدوان على أوكرانيا. واعتبرت ممثلة الولايات المتحدة أن تصرفات روسيا تعد انتهاكا للنظام العالمي ولسيادة الدول ووحدة أراضيها، مبدية مخاوفها من أن تؤدي أزمة أوكرانيا لأزمة لجوء كبرى. في المقابل اتهم مندوب روسيا في الأمم المتحدة الغرب بالتعامل بازدواجية في الأزمة الأوكرانية. وخلال كلمته بالأمم المتحدة قال المندوب الروسي إن أوكرانيا قوضت جهود السلام خلال السنوات الماضية فضلا عن انتهاكها اتفاق مينسك. كما أضاف ممثل روسيا في الأمم المتحدة أن اعتراف روسيا بمنطقتي دونسك ولوهانسك هو نتيجة لانتهاكات كييف في تلك المناطق. أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بقرية الزعفرانة تابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 97 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. شهدت قرية جدة بمدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد استمرت لمدة يومين، تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على 450 حالة من أبناء القرية، وتم صرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة. وقال المشرف على أعمال القافلة دكتور محمد سعد بأنها ضمت أطباء استشاريين في تخصصات الأطفال والأسنان والصدر والقلب والبطن والرمد وتنظيم الأسرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من صور متداولة تزعم تلوث مياه الشرب والزراعة وعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي بعد ظهور عكارة في مياه النيل في مياه نهر النيل وتغير لونها. وأوضح المركز الإعلامي أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها أي تأثيرات سلبية على جودة مياه الشرب والأراضي الزراعية، وستختفي آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير. نظمت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا مؤتمرها الصحفي الأول لإطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول تحت رعاية الرئيس السيسي. وأشارت الهيئة إلى أن رؤية الحكومة تأتي في سياق أجندة الاتحاد الأفريقية، والتي أكدت أن الرعاية الصحية تأتي في أولويات اهتمامات القادة الأفارقة. كما أوضحت الهيئة أن مصر تتبنى سياسة تكاملية مع جميع الأشقاء الأفارقة من خلال بناء شراكات وتكامل مؤسسي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة. توطين صناعة الدواء، توطين صناعة اللقاحات، توطين صناعة الأجهزة، توطين صناعة المستلزمات الطبية، توحيد المعايير والقوانين، تدريب الكوادر الطبية، التكامل ما بين أفريقيا كقارة والدول الشقيقة والصديقة عربية كانت أو غربية، الارتباط والتكامل في المفاهيم الصحية، كل ده بنحاول نجيب عنه من خلال مؤتمر أفريكا هيلث إكسكون والذي يتشرف برعاية السيد الرئيس له. طبعا المؤتمر ده مهم جدا في المرحلة دي، لأن طبعا المؤتمر ده هو له شقين، شق فيما يخص الجانب الطبي
وفي هيبقى في جلسات كتيره جدا تدريب وجلسات تاهيل بالنسبه للمجال الطبي، وفي برضو جزء صناعه الادويه اللي هي جزء مهم جدا، ولسبب طبعا ازمه الكورونا ان مهم جدا وجود صناعه قويه ووجود صناعه تبقى تخدم الامن القومي الدوائي. احتضنت القاهرة مؤتمرا عالميا بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف دواء الإنسولين. ناقش المؤتمر الموضوعات العلمية الخاصة بأنواع الإنسولين المستحدث وطرق العلاج الحديث وظروف مرض السكر وانتشاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 100 عام على اكتشاف الإنسولين، علاج ساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة البشر، وها هي مصر تحتضن مؤتمرا خاصا به احتفالا بما قدمه من فوائد عديدة لخدمة البشرية. Insulin has been used is in use for human treatment for last 100 years. لقد استعمل الإنسولين لعلاج البشر خلال 100 عام الأخيرة، ومع ذلك فإن ما يقرب من 50% من الذين يحتاجون للإنسولين لا يتوفر لديهم، وهو تحد كبير للاتحاد الدولي للسكري. وتعاون الاتحاد الدولي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الإنسولين خطوة عظيمة، والشرق الأوسط به مصادر عديدة، ولكنها لا تساعد على حل المشاكل. وبالرغم من غنى الكثير من البلدان هنا، لكن السياسات الخاصة بالتعامل مع مرضى السكر لا بد من تغييرها، ومن أهمها العنصرية في التوزيع والتأهيل، ولا بد من ذكر طرق الوقاية قبل الوصول للعلاج. احنا بنحيي الذكرى المئوية لاكتشاف الإنسولين ودخول الإنسولين في علاج مرضى السكر. قبل الإنسولين مرضى السكر ما كانش لهم أي حل، كان تشخيص السكر حكم بالإعدام على المريض، ويريته إعدام سريع زي الإعدام بائس والمريض بيمر به. فالحقيقة الإنسولين من المؤكد أنه يعني نقلة تاريخية. المؤتمر يناقش خلال عدة جلسات دور منظمات الصحة المختلفة للأمراض التي لا تنتقل بشكل مباشر في احتواء مرض السكر والسيطرة عليه، بالإضافة للقوانين المنظمة للعلاج وآلياته واستخدامه، وتنتهي بأن الوقاية خير من العلاج. مصر من الدول الرائدة علمياً في مجال الدايبيتس او مجال السكر على مستوى العالم، وده اللي خلى المؤتمر العالمي ده لما دعي اليه رئيس الاتحاد العالمي بنفسه جاي رغم الرحله الطويله اللي كان فيها مشقه. كل الدول العربيه والدول الافريقيه جايه تستفيد من الخبره المصريه ومن علماء مصر في مجال التعامل مع مرض السكر عموما والانسولين خاصه. ده بياكد اهميه او القوه الرياديه بتاعه مصر في المجال العلمي في مجال السكر والغدد الصماء في المنطقه العربيه وافريقيا. الانسولين مهم جدا لمريض السكري، ولازم يتوفر دائما وابدا، وانه ما يكون في توفر وسهوله الحصول عليه في اي نوع من انواع الموانع، ولازم من حق اي مريض سكري انه يكون عنده انسولين. هذا المؤتمر ياتي لتسليط الضوء على اهميه وصول الانسولين لمستحقيه، حيث ان 50% من مستحقيه لا يصلهم نصيبهم، وهو ما يعد جزءا رئيسيا من مسؤوليه مجتمعيه والتزاما على المجتمع العالمي اجمع. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وفاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا يوسف عبدين، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكد البنك الدولي أن الاقتصاد المصري صمد أمام تفشي جائحة كورونا، وذلك عقب مرور عام ونصف على انتشارها نتيجة إصلاحات الاقتصاد الكلي، بجانب الإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات القليلة الماضية. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إجراءات التيسير النقدي وإتاحة الدعم لبعض القطاعات ساهمت أيضا في صمود الاقتصاد، وأشار إلى أن مصر تتمتع بمستوى مرتفع من التحول الرقمي، لافتا إلى أن مصر تواصل جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية من خلال اتخاذ خطوات لتقوية إدارة الدين العام وتشجيع الشمول المالي والنهوض بمحفزات بيئة الأعمال.
بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين. وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى استراتيجية التعاون المائي المجري الموجهة إلى مصر في إطار استراتيجية المجر المعنية بالتنمية الدولية التي اعتمدتها الحكومة المجرية من عام 2021 إلى 2025 تنفيذا لمذاكرة التفاهم الموقعة مع الجانب المجري في 2021 حول التعاون الإنمائي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في أداء المؤشرات بضغوط من مبيعات المتعاملين المصريين، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء. ربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.6 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة. ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 48% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حيث تأثرت المعنويات بأنباء بشأن الصراع الروسي الأوكراني، في حين ساعدت العقوبات الغربية المتواضعة على روسيا نتائج أعمال قوية لشركات في الحد من تكبد المزيد من الخسائر. وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.3% حيث قادت أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية وتجارة التجزئة الخسائر. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري الدكتور محمد القوصي عن تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي كانسات. وقال القوصي على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، قال إن فكرة المشروع تعتمد على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة، ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير. وأوضح القوصي أنه بموجب بروتوكول التعاون ستنقل وكالة الفضاء المصرية تجربة كانسات للمدارس، إيمانا منها بأن الجمهورية الجديدة هي نقلة نوعية لمصر في شتى المجالات وفي مقدمتها التعليم. تواصلنا مع وزارة التربية والتعليم واتفق على توقيع بروتوكول تعاون من خلاله يتم تنفيذ هذه الأنشطة اليوم، وبحمد الله سيتم توقيع هذا البروتوكول، ولكننا لم ننتظر توقيع هذا البروتوكول، فقد بدأنا التواصل مع المدارس وبدأنا فعلا أن يكون في نشاط في نشر ثقافة الفضاء. اللي أنا شايفه النهاردة ده يعتبر أحد المشروعات القومية، ولذلك على طول يجب إحنا في وزارة التربية والتعليم متبنيين تبني المشروعات القومية للدولة المصرية في الأنشطة المختلفة لوزارة التربية والتعليم، سواء داخل المسابقات أوائل الطلبة، سواء الحديث عنها في الطابور الصباح، أو موضوعات التعبير، أو الرحلات الميدانية للمواقع المشروعات القومية. والآن إلى آخر أخبارنا الرياضية نتحول فيها إلى فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان، شكرا يوسف، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة. عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر جلسة حوارية لمناقشة القضايا المتعلقة بالإعلام الرياضي، وذلك بحضور كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء القنوات والنقاد الرياضيين. وأوصى الحضور في نهاية الجلسة بتشجيع الفريق القومي وحشد الجمهور بروح رياضية ووقف صور التجاوزات خاصة في السمعة الشخصية، كما أشاروا إلى أن طريقة النقد متاحة دون التجاوز مع عدم الاستهزاء بأي ناد، بجانب عمل لجنة متابعة تجتمع بصفة دورية لمراجعة تلك القرارات وتنفيذها.
اتفق الرأي على عدة توصيات. التوصية الأولى تشجيع الفريق القومي في مباراته ضد السنغال وحشد الجمهور بروح رياضية جميلة، بحيث ان تبقى هذه الأيام ابتداء من يوم 25 حتى المباراة الثانية احتفالية جميلة كده. وقلنا طبعا هنعمل هاشتاج مضمون، يعني ان اللعيبة تلعب وربنا اللي بيوفق. احنا بنتجمع دلوقتي عشان يبقى في يعني شيء من ميثاق الشرف ان احنا نبقى كلنا برضو ورا منتخب مصر في المرحلة اللي جاية بإذن الله إن شاء الله. في نفس الوقت طبعا عدم التجاوزات، عدم وجود منافسات، القنوات اللي بتمثل الأندية لابد أنها تلتزم بالميثاق اللي محطوط النهاردة في الاجتماع. تستضيف مصر بطولة العالم لسلاح الشيش يوم الجمعة القادمة بمشاركة 183 لاعبا من 33 دولة، بينما تقام بطولة العالم للبندقية والمسدس يوم السبت المقبل وحتى 8 مارس المقبل. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولتي العالم للشيش والرماية، أكدت وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية أصبح لديها ثروة كبيرة على صعيد الإنشاءات الرياضية والخبرات التنظيمية لمختلف البطولات. والأحداث الكبرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم لقطاعي الشباب والرياضة، والحث على جعل مصر وجهة الاتحادات الدولية لاستضافة بطولاتها المختلفة. استضافتنا النهاردة أو الإعلان عن استضافات بطولة العالم، بطولات عالم في الألعاب، نظرتنا بتتوزع على كل الرياضات، يعني الكرة لها اهتمامها، لكن الاهتمام بالألعاب الفردية موجود سواء على مستوى الإعداد في مشروعاتنا القومية زي المشروع القومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي، أو في رعاية المواهب وأيضا القطاعات الناشئين في الاتحادات زي النموذج اللي موجود في الاتحاد المصري للسلاح، وأصبح عندنا قطاعات ناشئين قوية جدا في 3 ألعاب اللي مرتبطة بالسلاح. استضافة مصر لهذه البطولة لم يكن من فراغ، ولكن كان بوجود استضافة مصر العام الماضي في شهر فبراير لبطولة كأس العالم للرماية بحضور رئيس الاتحاد الدولي الذي أشاد بالبنية التحتية وبوجود قوة سياسية كبيرة تدعم الرياضة في مصر. عدد الدول المشاركة في مسابقة الفردي 33 دولة 182 لاعب، وعدد الفرق المشاركة في مسابقة الفرق 22 لاعب، واحنا استاد القاهرة هيستضيف البطولة في صالة رقم 1، وإن شاء الله فريق المصري هو المصنف 7 عالميا يقدر ان هو يعمل نتائج جيده. أعلن نادي الزمالك أن نظيره المغربي نادي أرجاء قد قرر استضافة ميران فريقه يوم الجمعة المقبل في ختام استعداداته لمواجهة الوداد، ويحل الزمالك ضيفا على نظيره الوداد المغربي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 3 لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى ليوسف إيمان لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا جزيلا لك فطيمة. أعيد افتتاح مركز البطريق الضخم في حديقة حيوان ديترويت بالولايات المتحدة للجمهور بعد أكثر من 2 عامين من إغلاقه لإصلاح بعض عيوب العزل المائية. ويعتبر المركز هو الأكبر على مستوى العالم وينتظره المجتمع منذ فترة طويلة، وتم افتتاحه في عام 2016 وحقق نجاحا فوريا، حيث يضم معرضا تحت الماء ونفقين من الأكريليك، حيث يمكن للزوار مشاهدة 4 أنواع من طيور البطريق تسبح فوقها وحولها. وإلى آخر أخبار الطقس نتحول فيها من جديد إليك فاطمة. شكرا إيمان، شكرا يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الغربية، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 20، الصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-11، بورسعيد 19-13، إسماعيلية 20-11 وجوها معتدل. أما في السويس 20-11، العريش 19-10، طابة 17-16، شرم الشيخ 26-15، الغردقة 25-14 وجوها أيضا معتدل. أما بالنسبة للأقصر 23-10، أسوان 28-10، الوادي الجديد 25-6، شلاتين 23-12، حلايب 24-13 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. انتهت أخبارنا وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. خلال تفقده مقر الكلية الحربية، الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة. مدبول يترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ. واشنطن تتهم موسكو بتأجيج النزاع الأوكراني، والأخيرة تتحدث عن تعامل الغرب بازدواجية في الأزمة. انتهت نشرتنا، لكن التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم، مع يوسف الحسين. مساء الخير يا يوسف. مساء الفل يا يوسف، مساء النور، ازيك يا إيمان؟ كل التوفيق ان شاء الله في حلقتك. موضوع مركز البطريق الضخم ده هيثير يعني أفكار كتير خلال الفترة الجاية، كنت أنا مهتم بيه يعني، سمعته كويس. أشكركم جدا، وشكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.